حتى تعلو الاصوات وتصيح وين الكاظمي وين الكاظمي وين الجدلي وين الغانمي عن الراتب عن الكاتب عن الفساد عن الطغيان عن القاتل عن الخيان عن الابطال عن الساحه وين الكاظمي وين الجدلي وين الكاظمي وين الجدلي لعنة الله عليكم يا حسنة الغبراء من برهم صالحكم طالحكم هذا ومن حلبوسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل ننوه مشاهدينا الكرام أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم مشاهدينا الكرام نتكلم عن موضوع إغلاق مخيمات النازحين وموضوع إجبار النازحين على العودة إلى مناطقهم المدمرة. هذه خطوة حكومية ومشروع حكومي منذ عام 2019 ولغاية هذه اللحظة مستمر، عملية تهجير بعد ذلك عملية ترحيل من المخيمات وإعادة قسرية إلى مناطق النازحين المدمرة جراء طبعا العمليات العسكرية التي سببتها حكومات ما بعد الاحتلال، ويترك النازح هو وعائلته في العراء بلا بيت يؤويهم وبلا دعم حكومي يقدم لهم. طبعا هذا الموضوع تحدثت فيه وذكرته منظمات إغاثية ودولية، وسنتطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل. نسأل سؤال اليوم هو لماذا تتعمد حكومات الاحتلال على يعني استمرار معاناة العراقيين النازحين المهجرين؟ هناك أكثر من 1.5 مليون عراقي مهجر ونازح في مخيمات اللجوء خارج المناطق المدمرة جراء العمليات العسكرية. طبعا منظمة المجلس النرويجي للاجئين حذرت من أن الإغلاق السريع لمخيمات النزوح في العراق قد يترك أكثر من 100,000 نازح بلا مأوى في خضم جائحة فيروس كورونا ومع اقتراب فصل الشتاء. هذا تقرير نشرته البي بي سي، وطبعا تقرير عن طريق أو من خلال المنظمة المجلس النرويجي للاجئين نشرته البي بي سي، وسنتطرق لهذا الموضوع بالتفاصيل بعد قليل. لكن باختصار شديد المنظمة تتحدث أن سكان المخيمات في 7 محافظات عراقية يتم إجبارهم على المغادرة دون إعطائهم مهلة كافية للقيام بذلك، وتتوقع الحكومة العراقية كما يصف التقرير منهم أن يعودوا إلى مناطقهم الأصلية. يعني الحكومة باختصار تخرج الناس من مخيمات اللجوء والنزوح وبعد ذلك تطلب منهم أن يعودوا إلى مناطقهم، والمناطق هي غير معمرة، المناطق غير جاهزة للسكن. طيب هذه العوائل إلى أين ستذهب؟ أين ستسكن؟ ما الذي سيؤويهم من برد الشتاء وحر الصيف؟ هل هو مضمون بقائهم في مناطقهم وعدم رحيلهم إلى مناطق أخرى؟ يعني هذه المناطق غير جاهزة غير مؤهلة، لا تزال مناطق كثيرة من المحافظات المنكوبة لا تزال مهدومة مدمرة، الجانب الأيمن من الموصل لا يزال ركام. طيب إذا كان الوضع كذلك ما مصير هذه العوائل التي تجبر على ترك الخيام والعودة إلى هذه المنازل المدمرة؟ طبعا وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو أعلنت عن إغلاق مخيمي الحبانية في الأنبار والويند في محافظة ديالى. قالت الوزيرة أنه تم غلق مخيم المدينة السياحية في الحبانية بالأنبار الذي يعد من أكبر المخيمات في المحافظة ومخيم الوند في قضاء خانقين في محافظة ديالى ضمن خطة حكومية لغلق جميع مخيمات النزوح مطلع العام المقبل، وأشارت إلى أن ملف النازحين من الملفات المعقدة والشائكة كونه يواجه الكثير من المشاكل الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والإنسانية.
طبعا هذا الموضوع على لسان وزيرة الهجرة والمهجرين. طيب الوزيرة تتحدث عن إغلاق، لكن لماذا لم تذكر الوزيرة ما هي الحلول المتوفرة للنازحين؟ تتحدث حكومات ما بعد الاحتلال عن الصعاب والمشاكل، حكومة مصطفى الكاظمي على سبيل المثال، وتذكر كلمة التحديات كثيرا. طيب أين الحلول؟ الحلول ليست فقط في الكلام، لماذا لا نراها على أرض الواقع؟ ما مصير هذه العوائل التي تخرج من هذه الخيام وترسل إلى مناطق منكوبة، إلى مناطق مدمرة؟ من معنا الآن؟ السيد أبو فاطمة من صلاح الدين، تفضل. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ. أشكرك وأشكر برنامجكم. نعم. يعني أستاذ العزيز، يعني أنا حس حاليا نازح في السليمانية، في مخيمات السليمانية. نعم أستاذ العزيز، يعني هو اللي يريد يرجعني، وحس أريد أرجع. أرجع ويا مو ما أرجع. طيب أرجع أريد أقعد هناك ببيتي. أنا بيتي مهدم. طيب قبيلك الله عسى دزلك يا الخاص. نعم مهدم خلاص، لو قرصة ما بيه. طيب وانا صار لي 6 سنين هنا انا اشيل، وعندي جهال وعندي مرضى وعندي زوجتي مريضة، وحطيت نعم. فلوسي عليها. نعم اذا اروح هناك وانا اقعد غير نعم. انا اريد شيء يقطيني، يقطي صحيح. جهالي يابا انا حوف، انا وين اروح؟ نعم هو من يريد يرجعني لو يجي علي هنا ويشيل لي 3 ملايين دينار اروح ابنى لي غرفتين مات لبن، واروح بها 3 ملايين اجيب لي خشب نعم وقبخ هنا وقعد انا وعيالي. طيب من هنا يروح هسه وين اروح؟ ما اروح، ما اروح. اريد يجي خلينا يقتلني بالخيمه، والله اقسم بالله ما اطلع الخيمه، ما اطلع من عندها. نعم وخلي ان شاء الله يجي هو وجيشه، وهو هي موت لو موتين، والله لو موت بالخيمه لا ما اطلع، ما اطلع انا اموت هناك. نعم بديرتي جوع، والله وجع، كهرباء ماكو، بيوت مهدمه، يطلعون لا. يطلعون على التلفزيونات، والله تعد عليها تقول صلاح الدين بخير. نعم والله العظيم محافظ صلاح الدين قبل ايام هناك زار يثرب، بقايا من ناحيه يثرب اخذوه على البيوت الذي من قبلنا ردوا وعمروهن. نعم قالوا له شو هاي شلون البيوت؟ لا لا انا اريدك، اريدك انت بضميرك السحبت المحافظ واخذت على بيوت ما بها شيء. نعم ليش ما اخذتهن على البيوت المهدمه؟ ها اخذتهم وقلت يا سيد المحافظ هذا البيوت المهدمه. نعم. يقبلك بضميرك هذا الشيء؟ نعم انا ما ارجع، خلينا موت هنا انا ما ارجع. نعم انت لو بيتك معمر وبيتك جاهز للسكن تبقى بالخيمه؟ شو اسوي بالخيمه؟ انا شو اسوي بالخيمه؟ العاد انا قليله علي هاي قليله، اشتغل اشتغل منا انا قسما بالله شهر 30 يوم 300,000 دينار. نعم اجي انا للمحلات اوزعه اظل مطلوب النوم. نعم نعم من ترجعني انا وين اروح؟ ما يرد منا 500,000 رد بيهن، ما يرد منك عمي مصرف، مصرف عمي كتلنا كتلنا النعل. انا اريد مسؤول، مسؤول ما اريد كلش من عنده، مسؤول يجي يجيب عياله وريده يسكن هنا، افتح له قائمه يمض المحل يسكن هنا شهر 30 يوم ويروح على بالقائمه شوف ايش قد مطلوب. عمي كله مشترك، كله نعم. مشترك كله، بس انا اقول لك القعده ببلاش. نعم نعم ابو فاطمه الله يكون بعونكم، انا اشكرك من صلاح الدين صوتك وصل. السيده مروه من بغداد تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. عافيه بس انت طالب علي عفو العام. نعم عافيه. عندي اخويا اي سجن التهمه وحده تهمته بقتل. نعم وهسه عافيه والله العظيم. اي اي وتهمته بتهمه قتله هو، لا حول ولا قوه لا ايده بهذا السبب ولا شيء. وناشد الكابه فدوى مروتك وتوصل صوتي لي صابمي. اي خلي يطلع يشوف هاي السجناء البؤرائيين ما عنده شيء والله العظيم، وتهمته هيك على مود يطلبها فلوس وقالت له تعلق بالفلوس وراح للبيت ولقى الرجال مقتول ذبته براسه. الله اكبر، يعني هو ما عنده احد وسبعة اشهر وحكم اعدام. نعم هاي يا اخوي يا دوله هذا يا قانون، وامه رادت تشوفه بالمحكمه وقعهم امه
وهاي امها هسه مشقوق راسها يعني يرضى الكاظم امي. هو لو الله اكبر خلي يطلع لو ما يرضى ليش ما طلع الناس اذا هو ما يرضى مثلا؟ يا اخوي يعني هاي هسه السجناء البارئين بالسجن شنو ذنبهم؟ ما تقول لي نعم. خلي يطلع خلي يشوف هاي العانه وهو ما عنده احد وجهاله خطيه يعني الله اكبر بالايجار. نعم سيدة مروة أنا أشكرك والله يكون بعونكم ويعني نقول إنه لو مصطفى الكاظمي يقدر ليش ما طلع الناس؟ هاي لو يقدر إنه يطلع المعتقلين الأبرياء ليش ما طلعهم من السجون والمعتقلات؟ طيب إذا طلعوا على سبيل المثال وصدر قانون عفو عام وطلعوا شنو الضامن إنهم ما يرجعون يعتقلون مرة أخرى ويدخلون إلى السجون والمعتقلات السرية والعلنية الحكومية والميليشياوية؟ شنو الضامن انهم يظلون برا طلقاء احرار يتمتعون بحياتهم؟ شنو الضامن انه القانون الفاسد كما تصف الامم المتحده ما راح ايضا يغيب كما غاب في السابق وتجي الميليشيات تعتقل هذا وتخطف هذا وتبتز هاي العائله وهذا البيت وهذا المكان وتدخل هؤلاء مره اخرى للسجون والمعتقلات وتعالوا ناشدوا الكاظمي وغيره. المشكله مو بالكاظمي، المشكله بنظام كامل يترأس الكاظمي، لكن هو نظام كامل. يعني إذا الكاظمي تصرف بخطوة إيجابية ما راح يقدر ربما أنه يكمل بهذا الموضوع فترة طويلة لأنه حواليه أحزاب وميليشيات فاسدة. وهذا طبعا إذا يقدر، إحنا دا نتكلم كلها فرضيات. أبو زكريا من كركوك تفضل. السيد أبو زكريا من كركوك ما موجود. خليل من بابل تفضل. السلام عليكم اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. هو من هجر المتظاهرين والمظاهرين منذ استلم فلق الامن من قبل هذه اللصوص من قبل هؤلاء المتمردين واولا الحشد الشعبي وبقيه المتمردين الباقين هم السبب تاثير هذه الابرياء. نعم. من عدة محافظات من الأنبار إلى الموصل إلى ديالى إلى تكريت. نعم. هؤلاء متمردين، هؤلاء لا يعرفون الحج. الله وكيلك. نعم. متمردين يعني أنت مثل عناصر الحج الشعبي لأكثر عناصره وقياداته هم مجرمين عرب هذول الرصوص. نعم. رصوص وسارقين ومارقين. الله ودعتك يا أخوي أسد منهم ماكو. نعم. إيه والله هم ما يخلو واحد منهم من القتال أعني ومن السرقات. نعم. يحملون شعار سيد خليل، يحملون شعار. نعم. حمينا أعراضكم. طيب الناس اللي دا تقول الحشد حما أعراضكم يا أهل المحافظات الغربية أو المحافظات المنكوبة، يرضى الحشد؟ أيه. هذا اللي دا يقول حما أعراضكم يرضى أنه العرض العراقي يظل مشرد نازح بلا مأوى بالصحراء بلا سقف يأويهم من برد الشتاء وحر الصيف بلا غذاء بلا دواء؟ هذا مو عرض عراقي؟ لو العرض عراقي بس بالإعلام. سيد خليل فقدنا الاتصال ويا سيد خليل. الناس اللي دا تتكلم وتقول يعني سيد خليل يقول بأنه خليل من بابل أنه الحشد هو المسؤول الأول عن عمليات التهجير اللي صارت وهو المتسبب الرئيس من وجهة نظر السيد خليل بالتهجير وامتلاء مخيمات النزوح بهذه الأعداد الكبيرة، ووصلت الأعداد لستة مليون نازح ومهجر، عاد منهم من عاد ولكن بقى من بقى بسبب المناطق المدمرة المحافظات المنكوبة. ذول اللي دا يتكلمون أنه الحشد حمل أعراض، إذا كان فعلا حمل أعراض وين من حماية الأعراض المهجرة والنازحة؟ وين من حماية الأعراض المنتهكة التي يعتدى عليها يوميا من قبل القوات الحكومية ومن قبل الميليشيات الأخرى؟ إذا كان فعلا هو الحشد يحمل أعراض. طيب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قال بأن مئات العائلات النازحة أصبحت بلا مأوى بعد طردهم من مخيماتهم شمال العراق. المركز الحقوقي قال إن تلك العائلات باتت مشردة في العراء في مناطق القيارة ومخمور وحمام العليل والبوسيف وصحراء الحضر جنوبي الموصل
بعد طردهم قسريا من المخيمات. أضاف المركز أن ضمن العائلات أعداد كبيرة من الأرامل والأطفال والأيتام ورجال مسنين، قامت ميليشيات الحشد والقوات الأمنية بطردهم من مخيماتهم بعد قرار الحكومة بإغلاقها، فيما منعوا من دخول المدن من قبل المخاتير والحشد العشائري. من ويانا؟ حسن من بغداد، تفضل يا حسن. الله يساعدك استاذ محمد. الله يسلمك، حياك. شلون صحة؟ الله يبارك بيك، حياك الله، الحمد لله. والله عندي انا ابني موقوف بالسجن. اي. ولحد الان حتى مواجهه ما يخلونا نروح نشوف. نعم، شنو تهمته؟ تهمته شنو؟ تهمته هيك بقتل. قتل. هو بريء؟ اي. بريء والله، كل شيء ما عنده. لا شلون اتهموه هاي، شلون اتهموه هاي التهمه؟ بالتمييز، وراحوا للتمييز علي. ها. وانتهى. وهاي والدته وياك تحكي وياك. الو. تفضل يا اختي. الله يساعدك عيوني، الله يحفظك. الله يسلمك، نص صوت التلفزيون لو سمحتي. الله يسلمك. نص صوت التلفزيون لو سمحتي. نصيته. اي تفضلي. دعوته 410 ابني. طيب. يعني قتل خطأ هو. نعم، قتل خطأ. حكموه 10 سنوات. اي حكموه 10 سنوات القاضي. يعني بس حتى نفهم، يطلع احنا. حتى نفهم شغله يا اختي، هو نعم. قتل عن طريق الخطأ، اللي هو اصلا ما قتل واتهموه بالباطل. لا هو ما قتل، لا هم اتهموه بالمطرقه. نعم. وديناه مثل الطيب، طلع الدم مو مال يعني مال مجني عليه. طيب. طلع الكتاب يعني شهرين ما تكتب تأخر، قالوا كله حيطلع ابنه، وما طلع ابني، حكم القاضي 10 سنوات. شنو الأدل؟ استند على شنو القاضي هو ده يحكم؟ جابوا شهود يعني زور، هذا قال 3 ومستعلوا بالقاضي همين، قالوا لا ويا 7-8. نعم. اي والله العظيم. وهي التمييز، تونا بالتمييز. نعم. طلع صححها 10 سنوات. نعم. اي وهي بعدين رجعنا على التمييز همين. أختي الله يكون بعونكم، الله يكون بعونكم يا سيدة أم حسن، صوتك وصل. أنا أشكرك للمشاركة، ونتمنى الإفراج عن كل معتقل بريء غير مذنب من هاي التهم طبعا الملصقة به عن طريق وشايات مخبر سري، عن طريق شهادات زور، عن طريق التعذيب، غيرها وغيرها من الطرق اللي تنتزع بها اعترافات بالإكراه من معتقلين أبرياء. أم محمد من الموصل، تفضلي. السيدة أم محمد من الموصل موجودة ويانا؟ فقدنا الاتصال. صباح من بغداد، تفضلي يا صباح. بالنسبة لموضوع المخيمات، وهي تعتبر وصمة عار في جبين الحكومة المركزية والحكومات المحلية بكل المحافظات، سواء مثلا بالموصل أو صلاح الدين أو الأنبار أو حتى جرف الصخر أو غيرها. فهي شغلة الخيم ومخيمات العراقيين وهو ببلده، وهم يحجون السياسيين بأنهم دولة قانون وحريات وغيرها، وصمة عار في جبينهم إلى يوم يبعثون. ليش؟ لأن ابن الأنبار أكو مخيمات هسه قفلتها الحكومة بالحبانية وبالخالدية وبعامرية الفلوجة. يعني شنو ذولي العوائل والأطفال بالبرد والحر قاعدين بخيمة؟ يعني ليش؟ وين السياسيين السنة اللي يقول لك احنا نمثل محافظة الأنبار؟ شنو الحل لهم؟ الحل يعني أكو أسباب اللي خلوهم بهاي الخيم. أول الأسباب تدمير منازلهم، مثل ما شفنا الموصل الجانب الأيمن والأيسر شلون دمروا من الموصل بالكامل. من دمرها؟ دمروها الحكومة والحشد وأرهاب داعش. فمن دمرت المناطق ما تم تعويض الأهالي في سبيل يعمرون بيوتهم، ما يبنون بيت جديد. يعني هي المنطقة بالكامل مدمرة، فمستحيل أن يجي شخص يبني بيته بنص منطقة الوحيد. لازم هاي دولة الحكومة المركزية تتبنى الموضوع في سبيل يتم إعمار هاي المناطق اللي دمروها. أولا تعويضات مالطم للأهل النازحين واللي عايشين بالمخيمات، هذا واحد. اثنين المخبر السري وهاي التهمة الموجودة الحاضرة على يسموها 4 سنة،
اتهمهم كل السنه ارهاب. هذا القانون هو اللي خلوه دستور برايمر وغيره واللي ايدوه سياسي السنه. صار المخبر السري يلعب بالناس يعني جوله، يعني كل مكتوب عليهم منو التهمه مين، ماكو مخبر سري، معلومات للامن الوطني، للاستخبارات، للمخابرات، الكذا. فالعالم ما تقدر ترجع لمناطقها، والله ابنكم كاتبين عليه، والعائله الاب والام والاخوه والاحفاد كلهم مهجرين وقاعدين بخيم. يعني هذا شغله المخبر السري والقانون المغيب يعتبر طرف ثاني. وثالثا النزاعات العشائرية اللي عجز عنها المحافظ واللي عجزت عنها شيوخ العشائر المفروض تحلها. يعني انت شيخ دليم او شيوخنا بالرمادي او غيرها المفروض بيهم يقعدون يحلون هاي المشاكل. تعال انت شنو مشكلتك، ويقعدون يسوون مصالحة وطنية. هاي اللي يحكي بها يا دعلاوي صالح مطلق وسرقم ملايين الدولارات بسببها سابقا، المفروض يحلون هاي المشاكل العشائرية الموجودة بكل المناطق، بديالة، بجرف الصخر، أغلبية النازحين تم يعني إقامة دعاوي عليهم سواء من مشاكل عشائرية أو مخبر سري. فالمفروض المحافظ يشكلون لجنة عشائرية وقانونية وجهاء ويروحون يحلون عائلة عائلة. صار 6 سنوات العوائل كلها عايشة بالخيم، شلون يقبلون؟ يقول لك احنا شيوخ عشائر مضايف يتقبلون وهسه الخطة والأطفال يعيشون بخيمة بالشتاء. هسه الخطة دي يرجعوهم بالقوة، هسه الخطة دي يرجعوهم بالقوة إلى مناطقهم المدمرة. ووقت مع الأسف على السياسيين والشيوخ العشائر واللي يدعون هم مسؤولين عن القضاء العراقي، وقت الصلاة يصلون ويدعون ربي أفرجها علينا ويصومون، وشون تتقبل وشون الله يتقبل منكم أنت يا شيخ العشيرة ويا برلماني يا عضو مجلس محافظة يا محافظ يا طيب. قاضي موجود في كل محافظات العراق، شون يتقبل الله من عندك الدعاء وأكو عوائل أنت مسؤول عنها وأنت صدرت المشهد السياسي وأنت مصدر المشهد العشائري؟ المفروض بيكم تحلون المشاكل العشائرية الموجودة، اللي المخيمات طيب. 80% 60% هي مشاكل عشائرية، بين لو تلقى لك واحد شرطي لو بالحشيد ومشتكي على 20-30 شخص من أولاد عمه، شون يعني ما لها حل؟ أنا يعني أنا أشكرك يا سيد صباح من بغداد، شكرا جزيلا. أم علي من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عافية أخي، أنا بقول لك نعم. شلون؟ أم علي مو بالإعدام. تفضلي. أيوة أطالب بالعفو العام، وهذا يا قاضي اللي يحكم بالإعدام. عافية. هو من هو بالضبط؟ أنا ما سمعت. أقول لك والدي. والدك نعم. أي حكمه بالإعدام، وحدة تهمتها بقتل وحكمه بالإعدام. نعم. أيوة أنا طالب العفو العام، يعني وين أكو قاضي يحكم بالإعدام وهو كل شيء ما عنده لا يعني أدلة على أولاده سوى من القتل، يعني قد ما عذبوه يعني اعترف. نعم. نيواني القاضي ما خلي باخر، شوف هاي الأبريات تروح بال يعني بالسجن. نعم. لو كل شيء ما سوى بس الكاظم والكاظم وكل شيء ما دا يسوي هاي الأبريات تروح. نعم. مشكور عين. شكرا جزيلا أم علي. والسؤال هو هم هل حيسوي شيء؟ يعني هو ما سوى شيء، هل حيسوي شيء؟ اكو ناس بعدها تنتظر من الكاظم انه هو يغير، صار له كم شهر بالحكم، هل حيسوي شيء؟ هل حيغير شيء؟ يعني العراق من سيء الى أسوأ على كافة الصعد، فهل مصطفى الكاظمي بدر منه ما يؤهل انه هو يعني يسوي شيء، يغير شيء، يصلح، يعدل الوضع الموجود، الوضع الأمني، الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي؟ يعني شنو اللي بدر منه حتى يبين للعالم اللي اكو ناس بعدها تستنجد بيه يعني انه ممكن يسوي شيء؟ طيب احنا مثل ما قلنا سابقا مشاهدينا الكرام، وكل مره نتكلم فيها عن موضوع اللجان الاغاثيه ومخيمات النزوح والنازحين، نذكر الدور الايجابي الموجود بهذا الموضوع ودور منظمات اغاثيه ايجابيه ساهمت بمساعده قدر المستطاع النازحين والمخيم في المخيمات النازحين والمهجرين. في الوقت اللي الحكومة الآن تقوم بعملية تهجير متعمد من المخيمات إلى مناطق النازحين الأصلية، بس هي مناطق مدمرة. منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية هي مثال أيضا من الأمثلة لمنظمات مستقلة تقوم قدر المستطاع بدعم وإغاثة النازحين والمهجرين.
طيب حنقرأ تفاصيل الحملة اللي نفذتها منظمة أم القرى، لكن نأخذ أم محمد من الموصل، تفضلي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ابني محمد، نقول احنا نطالب بالعفو العام، احنا نسينا العفو العام، هسه دخلي يسوون لنا زياره، هاي 9 اشهر راح تصير سنه احنا ما شفنا ولدنا، ما نعرف ميتين طيبين. طيب احنا زياره ما نشوف، يعني خذونا منهم. هاي وحده. ثاني شيء عن النازحين، ليش هي بس النازحين والايمن، منطقه الايمن بالموصل. نعم. عدم والله تنزل دمع على الايمن. نعم. والله تبكي دموع حلوه على الايمن، هذا البلد تدمر، ليش ايش السبب؟ نعم. حسبنا الله ونعم الوكيل، بيوت تدمرت، عواير راحت، نحكي عن بطاقة تموينية، ايش نشتي؟ تعبنا والله، يعني دموعنا نسفت وقلوبنا تنزف دم على هذا العراق. نعم. نحكي عن بطاقة تموينية، نحكي عن رواتب، ايش هو الوضع اللي نحن هسه بيه؟ اكو شيء باكو شيء، يعني تعب وملل، والناس تعبت، الناس تدين وتودي تراود وتودي امانات. يعني ظلم، تروح لي غادي وما تشوف ابنها وترجع، هذا والله يعني العالم مين تجيب؟ نعم. العالم كلها تداين على ما تروح لي غادي وتتعب ومذله وهاي، وثاني ما تالي ترجع حتى ما تشوف الولد. صحيح. يعني ما تشوف حتى السجين، ما نعرف كل شيء عن السجناء. نعم. مالنا يعني هم سووها وهم يعرفون حق المعرفه، اللي بالسجناء كلهم ابرياء، المجرمين والظالمين اللي انهزم واللي قتل واللي. نعم. راح ولا. نعم. بس احنا ولادنا مظلومين، احنا صرنا ضحية لهاي الشغلات اللي صارت، احنا صرنا الضحايا، اهل الموصل، نساء الموصل، اناسب باسم نساء الموصل، اناسب باسم العراقيات الماجدات، اناسب بكل ضمير حي، ولادنا بابرياء، ولادنا مظلومين، نحن صرنا ضحية بهذا البلد، ودمرنا سلتنا نحن وعوائلنا واطفالنا ومعيشتنا صارت جحيم، رجعنا الى الفقر الاسود، رجعت العالم تجدي، رجعت الأيتام والأرامل كثرت. نعم. الأمراض كثرت، يعني ما أول شيء بهذا البلد، هذا البلد تعب تعب، والله في علينا نتحمل ونصبر والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب أنت أرحم الراحمين، تأخذ حقنا وحق أولادنا وحق. نعم. اللي ظلمنا، انظلمنا نحن بهذا البلد، انظلمنا يا رب يا رب، ضاقت بنا الدنيا، وأنت أرحم الراحمين يا الله، يا رب خلصنا من هذا الابتلاء. نعم. العالم بلا رواتب، العالم ما تشكي. نعم. والله 1000 دينار يودون ابنهم على الطبيب بعدهم، العالم منين يجيب؟ صرفوا الرواتب للناس، خلوا الناس تعيش، صرفوا بطاقة تمويلية، يعني رضينا حتى بالطحين والتمن والزيت الطحين المعسل، وقلنا ما يخالف. يعني كل شيء ما قفلوها قفلة واحدة، لا رواتب لا أكل لا شرب، يعني أكثر الناس تبات والله بلا عشاء. نعم. سيدة أم محمد، أنا أشكرك للمشاركة، والله يكون بعونكم. ويانا أبو عدي من الموصل، أبو عدي تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك أستاذ محمد، حياك الله، أهلا وسهلا. والله أستاذ محمد، يعني الوضع هو عامة، يعني خاصة على هذا المكون اللي إحنا هو المكون السني. نعم. يعني مهمش مهمش مهمش، ايش قد ما تقول مهمش هو مهمش. نعم. يعني من ناحية المخبر السري. ما يتجه هذا المخبر السني بس لهذا المكون. نعم. من ناحية المناطق اللي تأذت من كافة الجوانب. بس هذا المكون السني. نعم. يعني احنا ما عدنا غير بس رب العالمين ونعم بالله. نعم. يعني الدولة هي لو تصدق، يعني إذا جاك مخبر سري وقال لك فلان عندك كذا، أنت من حقك أطلع وشوف. نعم. وحقك إذا كان هذا الشخص عنده هالشي والله شعدكم افعلوا به. نعم. بس أنت من شوف ما عنده شيء غير ترجع على المخبر السري يقول له حيش المثال أكلت منك كلت عن أنت من قلت لي هذا هيك ويش عنده، وأنا رحت أذيته وضريته وسويت فيه ما سويت فيه، طلع كل شيء ما عنده. نعم. انت شلون تجي تقول لي هذا الموضوع يصير؟ يعني لما يكون عندك نظام عداله وقضاء عادل، لكن بالعراق هذا الموضوع ما موجود. هذا الكلام مو كلامي، هذا كلام العالم. ليش ما يصير مثل باقي الدول؟ ليش ما نصير نباوع على الامارات؟ الامارات كانت اجتنا بالثمانينات، ما اعرف بالسبعينات، من اجى وزار العراق وقال للمرحوم الله يرحمه، قال اخ اتمنى اصير مثل بغداد.
وهسه روح شوف هو شلون صار واحنا شلون رجعنا اليوم ورا هيش مثل البور البعير احنا رجلنا نرجع. طيب. احنا شنو اللي ينقصنا؟ ليش؟ شو عندنا خيارات؟ الدنيا كلها جاعت تجينا من 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 عبر 7 قارات 8 قارات الناس جاعت علينا لان بسبب خياراتنا. عندنا خيارات بس الله يدري ايش قد. عندنا النفط، هذا النفط الناس قاعد تكون عليه. عندنا عوف النفط، عندنا الزراعه، عندنا الصناعه، عندنا حضارات. طيب يعني سيد ابو عدي وصلت فكرتك، انا اشكرك للمشاركه. ويانا ابو احمد من الموصل، تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. حبيبي احنا عندنا معتقلين الاحداث، نعم، هذول كلهم يعني اعمارهم قاصره وفات داعش، تعرف داعش لعب بعقل الكبير قبل الصغير. صحيح. ايه وذول كلهم احداث يعني ما يعني عندنا ولد يعني مواليد 2001، نعم. ايه اخذوه راح للدوام على المدرسه من السيطره نزلوه اخذوه، ما نعرف هو وين. اخير شيء عرفنا انه محكوم 5 سنوات ببغداد. منو السيطره اللي اخذته؟ السيطره مشتركه، والله ما اعرف يعني جيش وشرطه وتعرف. طيب. نعم. اخير شيء نعرف انه محكوم 5 سنوات ببغداد. شنو تهمته؟ شنو تهمته؟ اخذوه من السيطره نزلوه من الاشتراك مع المدرسه. اي. قالوا تحقيق هسه يعني يلحقكم على الدوام. طيب. ايه كم سؤال يلحقكم ولليوم هاي اليوم 3 سنوات ونص. اخير شيء رحنا على المحكمه لقيناه محكوم 5 سنوات. نعم. و يعني يريد منهم على الاقل ان يشملونهم بهاي الافراج الشرطي. نعم. يعني هسه هاي صار له 6 اشهر مخلص، اذا يحسبوا له افراج شرطي كل سنه يشملون منه اربع اشهر، يقولون انتم 4 ارهاب ما مشمولين بهذا الشيء. نعم. إيه. نعم. هاي صار له 6 اشهر مخلص هو ببغداد. إذا يحسبوا له فراش شرطي كان قبل 3 اشهر هو طالع. نعم. وطفل 2001، والله العظيم تشوفه يعني تمشي على حاله. نعم. سيد أبو أحمد. أيوة. الله يفك أسر كل معتقل بريء، أنا أشكرك. هو يعني شلون حيطلع إذا هو أصلاً شلون طب؟ وين العدالة؟ وين القضاء لما يطب هذا المعتقل البريء مواليد 2001 إلى المعتقل 5 سنوات يحكم بلا ذنب؟ ومن يجي يطلع عليه حكم يعني تخلص مدة المحكومية ما يقدر يطلع، ممنوع أنه يطلع. أنا أشكرك يا أبو أحمد. طيب خلونا نروح فاصل قصير مشاهدينا الكرام ومن بعده نعود. احنا طلعنا من القصف والضرب وطبع علينا الحشد الشيعي وهجموا بيوتنا، سرقوا اموالنا، دمروا بما بها الكفايه. ماكو طريقه اللي ينفذنا على سوريا، تنفذ على الحشد يذبحونك، وين تنفذ؟ وين تروح؟ مسلم مسيح صابئي واحنا شعلينا، لا طائفية ولا حصص، لا طائفية ولا حصص، لا طائفية ولا حصص، لا طائفية ولا حصص، هذا الشعب صبره خلاص، هذا الشعب صبره خلاص، لا طائفية ولا حصص، لا طائفية ولا حصص، هذا الشعب صبره خلاص. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث في موضوعنا لهذا اليوم عن موضوع تهجير من مخيمات النزوح
واللجوء للنازحين داخل العراق عن طريق حكومات ما بعد الاحتلال لإعادتهم إلى مناطقهم المدمرة. مناطق مدمرة لم يتم بها أي إعمار، تريد الحكومة أن تعيد النازحين في مخيمات النزوح في مختلف المحافظات العراقية إلى هذه المناطق غير مكترثة بوضع أو مصير هؤلاء النازحين. هذه الخطة بدأت منذ عام 2019، هي قبلها بادية لكن يعني رسميا الإعلان عنها هي كانت خطة حكومية لإنهاء موضوع مخيمات النازحين كما تقول وزيرة الهجرة والمهجرين بداية العام المقبل. ويانا السيد أبو صالح من صلاح الدين، تفضل. أستاذ محمد حياك الله، أهلا وسهلا، أخبارك شلون؟ إن شاء الله زين. الله يبارك بك، الحمد لله. نحكي عن النازحين. أي نعم. والله أستاذ لا يرجعون ديارهم، كل شيء ما بيها، ليش ما يرجعون؟ يثرب بيها كلها رجعت. من هم كلهم رجعوا؟ من هم؟ يثرب أبو حشمة ويعني كلهم رجعوا البعيد. طيب هسه اتصل بينا أبو فاطمة من صلاح الدين، هو مهجر بالسليمانية من ناحية يثرب. يقول أنا بيتي مفلش، بيتي صاير تراب، الحكومة تريد ترجعني، وين أروح؟ أنا ما عندي فلس أحمر أبني بي بيت. شلون تقول يا أبو صالح، شلون تقول الناس دي يرجعون وعندك من ولد ديرتك نفسهم ديعانون من التهجير؟ أستاذ محمد. نعم بس من بذات الله كلها رجعت، وأنا ما أكذب عليك بيناتنا الله، بس أنا أقول لك جزء عنده يعني ما عنده فلوس يرجع البيت واقع صحيح أنا وياك، بس طيب. كلها ردت بيناتنا. تدري ذول إيش قد؟ بس أبو صالح تدري ذول إيش قد؟ ذول اللي تتكلم عليهم اللي ما عندهم فلوس ذول 1.5 مليون تقريبا، تمام؟ أيوة. طيب ذولا 1.5 مليون عراقي، الآن ذولا إذا رجعوا المناطق مدمرة وين حيعيشون؟ شون حيعيشون أصلا؟ حضرتك تتبرع لهم؟ لو من المفروض يعيشهم؟ بس بيثرب 1.5 مليون؟ 1.5 مليون عراقي، هذولا الأرقام الحكومية طبعا، على فكرة هاي الأرقام الحكومية. بس أيوة. أنا عبالي بس يثرب رجعت يثرب البحشهم كلها. شوف سيد أبو صالح، إذا أنت شفت يمك أكو اللي رجعوا، نعم أكو بحدود 3 ملايين 4 ملايين عراقي كما تقول السلطة رجعوا إلى مناطقهم ودبروا نفسهم بوضع، لكن عندك 1 مليون أكثر من 1.5 مليون بعدهم بخيام النزوح واللجوء، محرومين من الغذاء، محرومين من الدواء، تعتدي عليهم القوات الحكومية والميليشيات، تهينهم، تعذبهم نفسيا، وتريد هسه ترجعهم إلى بيوت مدمرة، ذولا شو حيعيشون ذولا؟ والله ما الا الهم والله. نعم الهم والله. طيب استاذ محمد. نعم تفضل. ابو 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 الموصل اتصل بيك قبله يقول لك الامارات مو صارت، والامارات تجيبها على العراق، العراق 40 مليون والامارات 4 ملايين احمد محمد. يعني شنو مثلا الفكره؟ يعني بالتطور صحيح هم عدد سكانهم قليل، هم كلهم ليش احنا نحسب ابو صالح، ابو صالح احنا نقيسها على عدد السكان؟ إذا نقيس على عدد السكان، إذا نقيس على عدد السكان ودولة بترولية، السعودية قريبة بصفنا، تركيا فوقانا صايرة، إيران، هاي إيران، إيران اللي دمرت العراق، روح شوفها، صح هي بائسة أيضا لكن على الأقل بها إعمار، بها خدمات، بها بنية تحتية. أنت شو عندك بالعراق؟ إذا احنا نقيس على العدد السكاني، لا والله احنا عدد سكاننا المفروض ويا الثروات اللي عندنا بالعكس وضعنا يكون كلش مرتاح، ما متضايقين. دمرون الحرامية يا أستاذ محمد. نعم. أنا أشكرك يا أبو صالح، أشكرك شكرا جزيلا من صلاح الدين. أبو علي من واسط، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك. حضرتك وتحية لمشاهدينكم. الله يسلمك. أقول للأخ أبو صالح، تدري إحنا مطلوبين، يعني الشعب العراقي مطلوب. أي. يعني إحنا بوحدنا بدون لا نشتغل وقاعدين بالبيت، وفوق ما أنت تشتغل وموظف كل شيء، كل عراق يعني حتى الطفل مولود عمره يوم مطلوب 1750 دولار. صحيح. بسبب السياسات الموجوده حاليا، هذول معاكو اهل الدين والعمايم، اي هم هذول احنا مطلوبين بهم. أي. على موضوع اليوم استاذ محمد، يعني نعم. انا ما سمعت الخبر انه وزير الهجره، يعني انت صرنا احنا مثل فلسطين يعني مهجرين بدولتنا. اي أقول أنت من يعني سديت معسكرين تيجي ترجعهم، ترجعهم وين؟ أي همين المعسكر تحتمل لهم خيام مكان بيتهم؟ طيب زين أنت لا موفر لهم أمان ولا موفر لهم بيئة حتى يرجعون، وصار لهم 4 سنوات لا عمرت لا بنيت بيت لا
ما حدد شارع، لا سويت لك شيء، عم ترجعهم وين يرحون؟ نعم. يعني العائلة من راحت أربع أنفار، يعني الأب والأم وطفلين، هسه رجعوا سبع أنفار. نعم. يعني صارهم حوالي بثمان سنوات قاعدين. أنت وين يعني؟ أنا من يعني للأسف أكو تخبط كل شيء، يعني إحنا ما نقول أكو دولة. نعم. لأن الدولة إلها مقومات وإلها أسس وإلها عوامل تشتغل عليها. بس هذول يعني رجعتوهم تقول إحنا جاي أنتم كيفين أغلقتم مخيمات لجوء عراق لاجئ بدولته من أخفيت يعني سنديتوا هذلي المخيمات، يعني وين يروح الشعب؟ شو يسوي؟ يعني أنت من رجعته غير ترجع مثل للموصل للرمادي التكريت، غير ترجع أكون عنده بيت. نعم. ما على الأقل أساس مو عنده بيت، تنطيه مبلغ حتى يروح يعدل بيته. حتى ما يجي قدامه ميليشيات يا أخي، طلعوا ميليشيات. نعم. أكو ناس من يرجعون هسه ما يقعدون ببيوتهم، طبعا هذا إيه اللي قاله بيت. نعم. يجون يفتشونهم ويأخذونهم، والله ها تشابه أسماء، يطلعون شو وقت خلي يطلعون اللي قبلهم هسه مسجونين لحد الآن ما طلعوا بتشابه أسماء، يبدون يطلعونهم. نعم. صدق أنا أشوف هذا يعني تدري يا سيد أبو علي، المجلس النرويجي للاجئين هو منظمة إغاثية مشرف على أحد المخيمات بالعراق، بيم ريا عراقية أجرى وياها لقاء، عمرها 49 سنة، تقول أني هذا بيتي، الخيمة هاي هذا بيتي، ليش تريدون تطلعوني من بيتي؟ وين أروح؟ يعني الآن وصل الوضع الحال بالعراقيين النازحين بالمخيمات اللي ما عنده القدرة يرجع يعمر بيته، أنه أني هذا صار بيتي، يعني أنت إذا تريد هسه تطلعني من هالخيمة وين توديني؟ ذبني بالشارع؟ هذا السؤال هسه دا يتردد على ألسن كل العراقيين الموجودين بالمخيمات اللي مدينته مدمرة، بيته مدمر، وما عنده فلوس يرجع يبني له قطعة قاع، يبني له بيت يقويه هو وعائلته. ذولا شنو مصيرهم ذولا؟ هو هذا استاذ محمد، احنا نقول انتم من ترجعهم هذول من اخريت منهم الخيام ورجعتهم يعني اماكنهم ومساكنهم القديمة، اذا هو بيت متهدم شلون يعيش؟ طيب قول لي شلون يعيش؟ نعم. لأن أنتم كدولة الآن كدولة يقولوا هذول المواطنين شلون راح يعيشون؟ شلون يجيبهم الماء؟ شلون يجيهم الكهرباء؟ يعني هسه مش عمروا، احنا بنشوف هذه الدولة موجودة، هسه لا يقول لي زمن كورونا هسه صار سعر النفط 20 دولار و15 دولار، لا قبلها وين كانت؟ عبد المهدي هسه خلى سنة بيقمع بالمتظاهرين وقتلهم. طيب. المناطق الغربية أنتم اللي تمثلون السنة سويتوا لهم. أنا أشكرك يا سيد أبو علي من واسط، شكرا جزيلا، الوقت ضيق. عندنا السيد فلاح من صلاح الدين، تفضل يا فلاح. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. هذا قبل يعني قبل ما سوى كان يحكي وياك هذا الرجل، كان يحكي وياك رجل اسمه أبو صالح. أي. رسالة إلى أبو صالح عمي الكبير، من يتصل بنداءة لازم يحط ضميره، الواحد من يتصل خلي ضميره. طيب. رجعت يثرب، نعم رجعت، ما اعترض على الرجل، رجعت يثرب، بس رجعت العسكريين الذي طلعوهم السايش منا من المخيمات. ها. الضغط كورونا. نعم. ده لو ما زال انتم عسكريين رايحين وجايين، انتم روحوا وخذوا عوائلكم وروحوا وردوا. نعم. ابو صالح انت يعني ساق من كان من اتصالات تقول لي راجعين ناحيه يثرب، وانت انت من ناحيه يثرب ابو صالح؟ لا والله الرجل يعني ما كان يتكلم على ناحيه يثرب، انا قلت له اتصل بينا شخص من ناحيه يثرب، يقول انا هسه بمخيم للنازحين بالسليمانيه، ما اقدر ارجع لان منطقتي مدمره، بيتي مدمر. الرجل كان يتكلم على ناس رجعوا الى محافظه صلاح الدين مثل ما تفضلت حضرتك، منهم اللي طردوهم الأسايش وجبروهم أن يرجعون للمحافظة على أساس أن العمليات خلصت ومدينتكم صارت آمنة. أستاذ محمد، إحنا عندي أمامي اثنين. أي. وعندي قرايبي عسكريين يداومون واحد بالموصل. نعم. سيد فلاح. للأسف فقدنا الاتصال ويا سيد فلاح من صلاح الدين، أشكره للمشاركة. غسان من الموصل، تفضل يا غسان. السيد غسان من الموصل ما موجود غسان. طيب قلنا أنه منظمة أم القرى للإغاثة قامت بحملة إغاثية أو حملتين إغاثيتين تضمنت 140 منحة مالية على العائلات النازحة من أهالي ناحية جرف الصخر الذين ينتشرون في خيام النزوح في مختلف مناطق أو مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.
حملة منظمة أم القرى شملت أيضا العائلات المتعففة الموجودة في مجمع الرحاب السكني في ناحية القرمة في الفلوجة بمحافظة الأنبار. شملت مساعدات المنظمة 60 عائلة تسكن بالمجمع المذكور تعاني من انعدام الدعم الإغاثي في ظل الظروف المعيشية الصعبة. هذا شيء بسيط من الحملات الإغاثية التي تقوم بها منظمة أم القرى، وكذلك القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين في العراق أيضا ينفذ حملات إغاثية تدعم النازحين والمهجرين في محافظات عراقية مختلفة، وهي هيئات ومؤسسات خاصة في الوقت الذي تكون فيه الحكومة صاحبة المليارات عاجزة أو لا تريد دعم النازحين وإغاثتهم في مخيمات النزوح. منو عندنا؟ منو يانا؟ غسان من الموصل مرة أخرى، تفضل يا غسان. السيد غسان. غسان يا أبو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. نص صوت التلفزيون، نص صوت التلفزيون، أسمعك، بس نص صوت التلفزيون. أخوي إحنا على مود المعتقلين. أي تفضل. أستاذ المعتقلين، أنا عندي اثنين وأبرياء، والله عظيم أبرياء. نعم. والحكم 15 سنة. نعم. الو يا غسان، بس لو تنص صوت التلفزيون حتى لا يتاخر الوقت والصدى يصير. التلفزيون مو صوتك. تفضل. بعيد التلفزيون ثاني. طيب اخوي انا عندي معتقلين. نعم. الو، عندي معتقلين والله العظيم ابرياء. نعم نعم. سيد غسان انا اشكرك، والله يكون بعونك وبعون ابنائك الابرياء. آخر المتصلين في نصف دقيقة، سيد أبو إياد من السليمانية. أعتذر أبو إياد لكن الوقت يعني حينتهي، تفضل. أخوي السلام عليكم. وعليكم السلام. أخوي أنا نازح من مخيم عربدة السليمانية. نعم. أخوي يقولون على ناحية يثرب رجعت، ناحية يثرب رجعت بس شغل ماكو، بيوت مهدمة وقاعدين إحنا بالسليمانية هنا بالمخيم وساكتين، من اللي رجعونا نرجع هناك وين نروح؟ نعم، ما حد قال إنه يثرب أهل يثرب رجعوا، يعني هذا اللي أقول لك الكلام اللي سمعته بقى مو صحيح. متصل قال يعني من يثرب ما أقدر أرجع، بيتي مهدم. بيوتنا مهدم، إحنا ما نقدر نرجع، يعني شلون أنا عندي 10 نفرات من أرجع هناك وين شو أشتغل شو أوكلهم؟ نعم نعم. أنا طالب من الحكومة تعوبنا في حالنا ونقعد بالمخيم وساكتين، ما نريد نعدم كل شيء. خلي يعمرون بيوتكم طيب على الاقل. خلي يعمرون بيوتنا، خلي يعطونا راتب مال رعايه مال عاطلين بس نعيش بيها. نعم نعم. سيد ابو اياد انا اشكرك واعتذر الوقت انتهى. مشاهدينا قبل الختام نذكر ان تردد قناه الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم الانتقال الى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. طيب هذا التردد كما هو ظاهر على الشاشة. في ختام الحلقة أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.